السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد العمال، تم الإعلان رسميا عن عيد العمال العالمي في عام 1889 في المؤتمر الاشتراكي الدولي الأول، وقد تمت إقامته في باريس للاحتفال بقضية هاريك تمت نتيجة مواجهات واضطرابات وأعمال شغب حدثت بين نقابة العمال وشرطة شيكاغو في عام 1886، واستمرت الاحتجاجات من قبل العمال في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إعلان وقف العمل في عيد العمال في عام 1904 من قبل الكونغرس الاشتراكي. ودعا جميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والنقابات العمالية في جميع دول العالم للخروج بمظاهرات من أجل إصدار قانون عمل يقر على تحديد عدد ساعات العمل اليومية وهي 8 ساعات فقط، بالإضافة لطلبات أخرى تخص العمال. وكان الهدف الأساسي من الاحتفال في عيد العمال هو تخصيص يوم في السنة للاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم تحقيقها من قبل فئة العمال في المجتمع. كان هذا هو سبب الاحتفال بعيد العمال، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.